Hi everyone, good morning. How are you today? Are you okay, inshallah? Today is Monday and we are studying English. طبعا أخذنا reading two parts, القطعتين على يومين أخذناهم. Now في عندي reading comprehension, أسئلة استيعاب لها علاقة بالقطع اللي شرحناهم, يعني معلومات سهلة جدا وبسيطة. بتمنى من الطلاب جميعا يحفظوا الكلمات, حتى كلمات القطع اللي احنا شرحناهم. So الآن عندي activity book. Open your activity book on page number 83. عندي exercise number 1 reading. طبعا في عندي هاي الانيمال او الانسكت, هاي حشرة اسمها مين؟ Lady bird, واحدة لأنها. طيب الآن هذا التدريب مهم جدا, هذا له علاقة بالإيش؟ بالفوكابيولاري, مفردات. طيب I have to choose the correct answer. عندي جملة بدي أختار في عندي الكلمات اللي بالبولد, الخط الغامق, واحدة صح وواحدة خطأ. بدي I have to circle the correct answer. هلا بقول لك live in trees and eat seeds and nuts. مين الحيوان اللي بيعيش في الشجرة نفسها ويأكل seeds, بذور, دقيقة تبت الكاميرا, والناتس المكسرات؟ مين هو؟ هل هم السكويرلز ولا الليدي بيردز؟ سنعجب. 2. Some animals live on and other live in water. في ناس بعيش بالووتر, والمجموعة الثانية من الحيوانات وين بتعيش؟ على اللاند, على الأرض. لاند, إيش معنى لاند؟ أرض. 3. The in the countryside is fresher than in the city. هلا لما أجي أعمل مقارنة comparison between الريف والمدينة, هلا مين اللي بيكون هناك فريش, يعني فريش منعش أو هيك فريش نظيف؟ الأير ولا اللاند؟ الأير, الهواء. هواء الريف دائما أنظف من هواء المدينة. عندي السباروز والليدي بيردز are small insects, هي حشرات insects. مين عندي الانسكتس من هدولة؟ ليدي بيردز, لأنه السباروز بعتبرهم بيردز, طيور. أوكي, هاي إنسكت, حشرات, فهي الإنسكت. طيب are small brown birds, عبارة عن هي صغيرة ولونها طيور بنية. مين هي؟ الليدي بيردز ولا السباروز؟ سباروز, نوع من أنواع الطيور. تمام, هاي هي الإجابات الصحيحة. طيب question 2, برضو هذا التدريب مهم. write the words, بدي أكتب الكلمات هنا, يعني زي الكلمة بدي أحضر إشي. نقرأ أول إشي, air معناها هواء, squirrel سنجاب, lady bird دعسوقة, sparrow يعني عصفور, land الأرض. طيب خلينا أقرب لك الكتاب عشان تشوف الخط. We need it to breathe. نحتاجه حتى نتنفس. من اللي بنحتاجه حتى نتنفس إحنا؟ الأير. طيب 2. This is small صغير flying insect, حشرة صغيرة طائرة, which is لونها red وبلاك. طيب يا رابع, مين الحشرة اللي لونها red وبلاك؟ برافو عليكو, lady bird. هون شو بكتب؟ lady. هذا كمان تدريب مهم, كله vocabulary يعني مهم عشان ما أنسى. 3. Fish don't live on this but people do. هلا السمك ما بيعيشوا عليها بس الناس بتعيش, لانه احنا بنعرف الفيش بتعيش وين؟ under water, تحت الماء. طب الناس احنا وين عايشين؟ اها, على land, on land, على الارض. اوكي, this is a small animal, حيوان صغير, which sleeps in winter, دائما بنام في فصل الشتاء. مين هو اللي بنام في فصل الشتاء؟ اها, صغير ولونه براون, سكويرل. اخر كلمه, this small brown bird لونه براون, lives in towns, بعيش في القرى, and in the countryside, وبالريف. مين هو يا ترى؟ ترى عنا مليان, احنا عنا السبارو, هذول اللي بيطيروا في الهواء, سبارو عصفور السبارو. هذا مهم يا ثالث, هذه لحد الان تدريبين لهم علاقة في الفوكابيلر. هلا عندي هنا exercise number 3, learning to learn.
في عندي write these words in alphabetical order، الترتيب من A ل Z، من A ل Z، يعني بدك تكون حافظ الأرقام، عفوا letters من A ل Z على الترتيب وترتب. أنا بجي بطلع أول حرف بحط تحتي خط، هي H C F H M C D. طيب A، إحنا بنبدأ A، ما في A ولا B ولا كلمة في بي. طب سي، سي عندي كول وعندي كولد، طلع كيف برتب. طيب سي سي زي بعض، بنتقل على الحرف الثاني، او او زي بعض، او ال، مين اللي بيجي قبل ال ولا الاو؟ ال، بحط كولد هيك. بضل عندي كول، بنزل كول رقم 2. اذا اي بي سي خلصنا منها. دي، في دي 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 نو اه دي هي دي، هنا في سينك. دي، في دي غيرها؟ لا. طب بنزلها ديزور. طيب A B C D E E E E E E ما في. F F F F هاي واحدة بس، هاي بنزلها، هاي F. فريز يتجمع. جي اتش، هي اتش، هي هيت وهوت. طبعا اتش اتش زي بعض، بنتقل للحرف الثاني، اي و او، مين القبل اي ولا او؟ اي، هيت يسخن، هوت حار، هي هيت وهوت. طيب اتش اي جي هاي سويناها. ام، ظل عندي ام و اس، مين اللي بيجي قبل ام ولا الاس؟ أم، ملت يذوب، سينك يغرق. تمام، هاي هي الحالة، انتبهوا لها، أنا بجيب زيها في الامتحان، وراح أجيب حروف متكررة زي كولد وكول وهيت وهوت، يعني عشان تركزوا أكثر. هلا حلو التمارين على الكتاب، هذا نسول إياه ما بيهمني. هلا في عندكم واجب بالكتاب، أنا أصلا طالبته على مرآة الأسبوع، ترجع الكتاب الملون وفايند أوت، تستخرج إلي. هلا كيف بدك تستخرج؟ بدك تجيب دفترك وتعمل لي جدول، وترجع على القطعتين اللي شرحناهم بالكتاب الملون، وتختار تستخرج لي 5 noun على كل واحدة 5، وخمسة verb 1 2 3 4 5، وخمسة adjective 5 صفات. adverb بدي إذا لقيت أنت، إذا لقيت واحد أو اثنين، هم قلال يعني، يا واحد يا اثنين إذا لقيتهم أصلاً أنت. أوكي، بدي على كل واحدة 5، الأدفير بس اللي لقيتها حط لي إياها. هذا الواجب معاكم لبكرة حله، تمام، عليه علامتين، اللي ما ببعث لي إياهم ما بحط له العلامتين. أوكي يا رابع، حلوا لي إياهن وبعثوا لي حل الواجب على الخاص، ويعطيكم العافية.